مساء الخير جميعا، بيسرني كثير باسمي. انا ساري حنفي، استاذ علم الاجتماع بالجامعه الامريكيه ببيروت ورئيس الجمعيه الدوليه لعلم الاجتماع، باسمي وباسم الجمعيه وباسم الجمعيه السوريه لعلم الاجتماع. بهمنا كثير تطوير مهارات الباحثين حول الكتابه الاكاديميه بمجلات إن كانت دولية أو إقليمية أو محلية، إضافة للنشر في الحقيقة، مش بس الكتابة، النشر. فلهذا رح أحكي بحدود شي 3/4 ساعة 50 دقيقة بعرض، وبعدين رح نفتح النقاش بيناتنا، و إذا عندكم أي شيء. مثل ما ملاحظين، معمول الباوربوينت بالعربي والإنجليزي، فهذا بيسهل على بعض اللي بيفضل لغة عن لغة أخرى، بس أنا سأتكلم فقط في اللغة العربية. إذا اليوم رح أحكي بشكل أساسي على الكتابة الأكاديمية أولا، على كيف نكتب بطريقة يكون مقال قابل للنشر، وبعدين بدي أحكي على النشر العلمي والإشكالات يلي بتعرض لها الباحث في هذا المجال. إذا أول شغلة لازم نعرفها أثناء العمل الكتابي الأكاديمي، بأنه نحن أمام يلي بيسموه ساعة الرملية. يعني ببلش من عالي، ببلش من شيء فينا نسميه عام، وشوي شوي منخصص، وبعدين نيجي لنتائج البحث، بنكون متخصصين على العينة اللي نحن اشتغلنا عليها أو الدراسة الحالي، وبنفتح بعدين بالنتيجة. باختصار، هذا لازم دائما نتذكر، بأنه الحجج اللي بدنا نعطيها وطريقة عرض بنية الورقة هي تشبه ساعة الرمل كثيرا، وسأتحدث على ذلك بالتفصيل فيما يلي. إذا أخذنا أهم شيء نتذكر، بأنه بالورقة 90% من الناس بيقروا، أو مش 90%، 60% من الناس بيقروا فقط المقدمة، وبعدين بياخذوا قرار إذا بدهم يكملوا ولا لا. يلي قبل ما يكملوا كتابة المقال كاملة بيقروا الخاتمة. فلهذا معالجة المقدمة والخاتمة بالورقة البحثية هام جدا جدا. يعني هذا اللي بنسميه باللغة الشامية وجه الصحارة، إذا بتحب. لازم دائما نبدأ بقصة، بشيء يجذب القارئ، يجذب القارئ بجملة عامة في الحقيقة، وبعدين شوي شوي بنخصص بالموضوع، لنيجي نقول نحن اليوم بدنا ندرس ظاهرة تعدد الزوجات في إدلب مثلا، في قضاء إدلب. إذا ما فينا نحن نيجي نذكر ذلك من البداية، لازم نحكي شيء على العادات، التقاليد، القوانين، الفقه بشكل عام، قبل ما نيجي نحكي أنه نحن رح ندرس هذا الموضوع مثلا. وبعدين نبدأ نحدد المصطلحات اللي بنذكرها، بنحددها على طريقة، ليس على طريقة تعاريف. أحد الإشكاليات الكبيرة
على فكرة أنا نسيت ما أقولكم، أنا إلي 15 سنة رئيس تحرير المجلة العربية لعلم الاجتماع يلي بنطلع أربع أعداد سنويا، فيعني ما بدي أقولكم قدي أنا معرض ل يعني بستقبل كتير، أقرأ كثير من الأدبيات من المقالات يلي أو المخطوطات، لأن جزء كبير منها ما بتنتشر بعدين. فأنا عم بعطيكم خلاصة تجربتي بأخطاء كثير شائعة بلاقيها بالكتابة. فالمقدمة بدنا نحدد بعض المفاهيم اللي بدنا نستخدمها، بس مش على طريقة الطريقة المدرسية يلي بنكتبها لما نكتب أطروحة ماجستير، أهداف البحث، أهمية البحث، غاية البحث، التعريفات، لا، هذا ما عاد حدا بيكتب مقالي بهالطريقة. بدنا نكتب، بدنا نتذكر إنه المقالي هي سردية بتعطينا، نكتب شوي شوي لحتى نوصل، نكتب بطريقة تجذب الآخر. أوكي، إذن الآن عم بحكي على المقدمة. إذن بتحتاج الورقة البحثية إلى مدخل جيد مثل ما ذكرت لإقناع القارئ بقراءتها، ولازم نوضح شو هي التعابير يلي بنستخدمها بأطروحتنا بقلب المقالة، الأسئلة البحثية، الافتراضات، وكلام كتير سريع على المنهجية، يعني المصادر يلي بتعتمد عليها الورقة، هل هي ورقة مبنية على دراسة أمبريقية، بحث ميداني، شو شكله إلى آخره. وفي شغلة كتير مرات بنسياها الباحثين، بأنه ما بيحط خريطة لبنية الورقة، هذا كتير مهم. كيف الواحد رح يقدم حججه ويناقش الموضوع يلي هو سيناقش؟ إذن هذا شيء كتير مهم، كل هاي العناصر إنها تكون موجودة بالمقدمة. إضافة لذلك بالمقدمة لازم نعطي كلمتين ثلاثة على النتائج، يعني مثلا وقد بيّنت هذه الورقة أهمية العامل الفلاني على خلافا للعوامل الأخرى. تذكروا الكلام اللي قاله اليوم الدكتور خضر زكريا، كلام جدا مهم، إنه مش مهمة الباحث تعداد العوامل. أي شاب صغير بيعدد عوامل الناس بيهاجروا ولا ليش في فقر، السؤال شو هو شو العامل الحاسم يلي بيختلف عن الآخرين. فلهذا بالمقدمة لازم نعطي شوية أفكار عن شو هي النتائج اللي رح تطلع. المغزى ليس مماثلا لوجود فجوي، أي عدم وجود شخص آخر، هذا شيء كتير هام أنا اللي بدي أحكي عنه، يلي بدنا كمان نحكي إنه ليش نحن عملنا هالبحث، وخاصة بأنه بفقرة كتير سريعة إنه فلان عمل دراسة عن تعدد الزوجات بسوريا، وتاني عملها بالمنطقة العربية، الثالث عمل بس ركز على كذا، الرابع ركز على كذا، قلة الأبحاث يلي ركزت على منطقة إدلب وعلى جانب معين، هاي المقالة راح تركز عليها. إذا أنت ضروري كتير إنه تفرجينا شو عمل، وتفرجينا بأنك أنت عملت وظيفتك بأنه عرفت شو في أشياء كتبت قبل ما تكتب، عرفت علي؟ وبأنه وفي الحقيقة بأنك الورقة هي ليست لاختراع البسكليت ولكن لتطوير البسكليت، وهذا شيء كتير كتير مهم. وطبعا ما فينا اذا اخذت نفس الموضوع تعدد الزوجات في ادلب، ما فينا نحكي هيك خارج السياق.
شو السياق اليوم بإدلب؟ هل عم نحكي إدلب اليوم بسياقة النزاعي بأماكن مع النظام ومع كذا؟ شو الوضع الثقافي؟ شو كل هاي الأمور مهمة جدا إنه نذكر القارئ بالسياق. ولازم لازم نحاول إنه نتجنب نكون رسميين. يعني هذا ليش عم بحكي على سردية؟ كتير مهم بأنه يكون في اشتغال لغوي فيها، فيها ستايل مثل ما بيقولوا، أوكي؟ والمقدمة لازم نتذكر بأنه بتشكل من 5-10% من الورقة، مش أكتر من 10% أكيد. ولازم لهذا لازم تكون جذابي، فلازم تندرس الجمل وشكل الجمل وطول الجملة وإلى آخر. الآن رح أنتقل لموضوع كتير هام بالكتابة الأكاديمية، المراجعات، مراجعة الأدبيات في الحياة. أول شغلة تذكروا بأنه مراجعة الأدبيات معناها أنا أكتب بعد فلان وأكتب مع فلان وأكتب ضد فلان. كتير بالمقالات العربية بتجنبوا بيخافوا إنه يعملوا نقد، فبيغيبوا مثلا الكتاب ضد فلان، وهذا شيء مؤسف في الحقيقة. ولازم نعتاد إنه يكون مصدرنا رحب بالعالم العربي بأنه إن يصير في نقد لبعضنا، وفي الحقيقة يصير في مدح. يعني النقد ليس فقط بالمعنى السلبي، ولكن أيضا بمعنى تقييم إيجابي لأفكار وإلى آخر. فمثل ما قلت إنه نحن نكتب بعد، نكتب مع، ونكتب ضد. في عادي مثل ما ذكرت بشعة عند بعض الباحثين، وخاصة اللي مخلصين الماجستير أو الدكتوراه حديثا، بصيروا كل كلمة استخدمها بالفرضية البحثية بصير بده يعرفها. يعني حتى مثلا أشياء بديهية، يعني عرفت علي؟ مثلا الشباب إمتى ببلش، من أي سنة لأي سنة، الزواج شو معنات الزواج إلى آخره. بدنا ننتبه بأنه ما في ضرورة لكثير من هدول الشغلات، يفضل نفوت بالموضوع بدون لت وعجن كثير. مثل ما قلت لازم نذكر الأدبيات يلي صدرت سابقا، ولا ونعمل أطروحة منها. يعني ما ليس الهدف مرات بهدف لكتابة أطروحة الدكتوراه أو الماجستير بأنك تفرجي أنك قريت. فيما يتعلق بالورقة الموضوع مش أنك قريت، موضوع شو هي الأدبيات يلي فعلا هامة لحشتك اللي بدك تقدمها وللموضوع اللي بدك تقدمه في هذه المقالة. إذن وما تبدأ تقول إنه تعمل شيء كرونولوجي، يعني بمعنى وتبلش مثلا بأنه عم تحكي على التماسك الاجتماعي، تبلش من كله، لازم نبلش من دوركهايم وفيبر. لا، مش بالضرورة. يعني أنت فقط بتجيب من الأدبيات يلي برأيك هامي لورقتك. وإذن وغالبا بتكون بأنه هذا أضاف كذا وهذا أضاف كذا وهذا أضاف كذا، ولكن هدول الثلاثة أهملوا كذا، ولهذا ورقتي هون رح يجي الشيء الإيجابي بورقتي بأنه ما أهملوه أنا سأتناول. هذا كتير كتير مهم الكتابة بهالطريقة. لما تكتب لمجلة علمية بدك تنشر نشر دولي، يعني انترناشنال، لازم تكون مراجعة الأدبيات دولية. لما تكون تكتب لإضافات المجلة العربية لعلم الاجتماع، غالبا برجع الورقة بقول لهم أنهم لم يعملوا مراجعة أدبيات في العالم العربي، فات فورا بالدولة القطرية. وإذا
وإذا بمجلة محلية مجلة قلمون مثلا تهتم بالشأن السوري، فيك أنك تكون تدخل بجدل بس مع الكتاب السوريين، ولو أنه يفضل بشكل عام أنه يكون جزء من المراجعة حتى لما تكتب محليا، أنه نشوف وين الجدل عالميا، هذا كثير مهم وإقليميا. أوكي؟ إذن هذا كثير كثير مهم. وفي شغلة بدي أركز عليها، بأنه الكتابي مهم جدا الواحد يكتب من فترة لأخرى محليا، وليس كل كتابته دولية. ويلي بيكتبوا محليا بقول لهم كثير مهم من فترة لفترة تكتب وتتوجه لقارئ دولي، لأنه هذا مش نفس الجيمناستيك الفكري، مش نفس الرياضة الذهنية لما تكتب وتوسع الإشكالية لتحكي مع العالم، أو تصغرها لتحكي على إشكاليات دقيقة ميكروية لمنطقة معينة أو بلد معين. إذن هذا كتير كتير مهم. وفي الحقيقة يتطور العلم بحل ديالكتيك بين السياقي والكوني، الكوني يعني يونيفرساليست. وفي الحقيقة الورقة يلي ما فيها شوية تموضع باتجاه الكوني بالعادي صعب تنشر دوليا. أوكي؟ هذا كتير مهم تاخدوه بعين الاعتبار. الآن راح أنتقل من المقدمة للخاتمة. خاتمة الورقة مثل ما ذكرت هي مثل ما بنقول المقدمة هي وجه الصحارة، الخاتمة كمان هامة جدا. أهم شيء نتذكر بأنه الخاتمة هي ليست إعادة للنتائج الرئيسية للبحث، ولكن يجب الذهاب إلى أبعد من مجرد التلخيص. لازم نعمل تلخيص، بس تلخيص مش كتير، مش ما بنتناول كل النتائج ولكن بعض النتائج. إذن أجمع النتائج والنقاشات الرئيسية بفقرة أو فقرتين، ولكن وإذا بدأت بسؤال بالمقدمة لازم أنهي بجواب على هذا السؤال، وإذا بدأت بستيتمنت يعني مش بسؤال بيقول لازم يكون في إجابة على الجملة، عرفت علي؟ يعني هذا كتير مهم إنه في تناغم بين إشكالية البحث وبين الموجودة بالمقدمة وبين الخاتمة. نقطة أخرى لازم أذكرها هو شو تبعات نتائج بحثي على أطروحات أخرى وعلى أماكن أخرى. يعني إذا كانت أنا ورقتي عن التعدد الزوجات في ظاهرة تعدد الزوجات في مدينة إدلب، لازم أنهي شيء فيه مقارناتي خارج إدلب، كان مع سوريا أو مع العالم العربي وهكذا. إذن نحن لازم نتذكر بأنه كتير مهم بالخاتمة يكون في شيء بنسميه باللغة الإنجليزية extrapolation. شو معنى extrapolation؟ بمعنى أن نذهب بما يتجاوز نتائج الدراسة الحالي تبعنا، وخاصة لما تكون دراسة كمية لازم الخروج عن فقط تحليل الجداول والذهاب إلى أبعد ذلك. إذن الخاتمة دائما تتجه نحو الخارج وتعود إلى السياقات الأوسع أو البنود التي تم ذكرها في المقدمة. وتذكروا بأنه الخاتمة هي نقطة الفراق بين الكاتب والجمهور، لذلك فإن وظيفتها هي تقديم سرد لما يخرجون به. شو هو التيك أوي تبعهم؟ شو لازم الأشياء اللي لازم ياخدوها؟
الخاتمة مهمة كثير، فلهذا ممكن تكون طولها ضعف طول المقدمة. يعني الخاتمة بالعادي بتكون بين 15-20% من المقالة بعض الأحيان. وتذكروا بأنه ما تبخلوا بالوقت على الخاتمة. يعني الخاتمة مرات لأنها بتكتب آخر شيء بيكون الإنسان شوي تعبان من ورقة اشتغل عليها أشهر مرات، فلا رجاء اهتموا فيها لأنه كتير مهمة بالنسبة لل. أنا مثلا لما تجيني مقالات للمراجعة نفس الشيء بعمل، يعني أنا بقرأ المقدمة وبقرأ الخاتمة وبعدين بقرأ المقالة كاملة. بس المقصود أنه الخاتمة بهذا المعنى تقرأ مرتين، فلهذا مهم أن تكون مشغول منيح. فيما بغض النظر عن المقدمة والخاتمة بدي أحكي على أشياء أخرى برأيي هامة في المقالة. أول شغلة هي العنوان. العنوان يفضل أن يكون واضح وأن يكون هناك مؤشرات جغرافية. يعني إذا أنت عامل بحث عن تعدد الزوجات بإدلب ضروري يكون مذكور مدينة إدلب بالإعلان، ويكون واضح لأنه كتير ناس في الحقيقة بدهم يقروا مقالتك لأنه بيبحثوا بكلمات مفتاحية، وجزء كبير أو بيبحثوا بعناوين المقالات. فكتير مهم أنك تكون العنوان واضح. يعني ما عاد حدا الآن يكتب على طريقة الإمام الغزالي تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت وإلى آخره. الناس لازم يكتبوا بتعبيرات كثير واضحة. الكلمات المفتاحية لازم تكون واضحة وكثير مهمة، لأنه كثير مرات مقالتك بيقدر يوصلوا للناس من بسبب الكلمات المفتاحية. تفكر فيها بروية. وبعدين الآن رح أجي لشيء كتير مهم اللي هو الأبستراكت. وبدي أقول لكم شغلي سر ربما بأنه كثير من المحررين بيقروا الأبستراكت أول شيء، إذا عجبهم الموضوع بيطلعوا على المقالة وبعدين بيبعتوها لمراجعين ريفريز. في كثير من المقالات ترفض من الملخص، لأنه الملخص بتفرجي بأنه الورقة غير هام. إذا الملخص هو بيان مكثف أو بالغ الإيجاز عن العناصر الرئيسية لمشروعك البحثي، يوضح غاية البحث وطرائقه ونتائجه. لازم يكون واضح ومبسط ومتاح الوصول، ما فيه كثير كلمات مقعرة وتخصصية. لهذا أحسن شيء بتنكتب على الطريقة التالية: دراستي عن كذا، وتكمن أهمية دراسة هذه المسألة في كذا، وما نعرفه عنها هو كذا، وتشير الدراسة إلى هذه الفجوة التي يلزم التقصي عنها، وهذا ما قمت به للوصول إلى كذا، وقمت بالدراسة بهذه الطريقة المنهج يعني، ونتج عن ذلك كذا، وتخلص إلى كذا. يعني هذا ببساطة طريق أحسن طريقة لكتابة الملخص. للكتاب الأكاديمي في 4 C لازم نتذكره باللغة الإنجليزية، سي بالعربي ميم، 3 ميمات وواو. لازم تكون في تكامل تغطي كل الأقسام الرئيسية لدراسة الحالة أو المشروع. لازم تكون دقيقة وموجزة، لا يوجد إسهاب في الصياغة ولا معلومات غير ضرورية، واضحة مقروءة وحسن التنظيم والبني دون المغالاة في استخدام المصطلحات التخصصية، ومتماسكة بمعنى بأنه في سلاسة بين أقسام الورق. لازم
أشياء تطلع عليها مشان تحسن طريقة الكتابة الأكاديمية. أول شغلة، كم عدد الكلمات الموجودة في الفقرات؟ هذا كثير مهم. لا تعمل فقرات طويلة جدا. أنت لست بيير بورديو يلي الناس بيقروا لك لأنك بيير بورديو. لما يشوفوا في عندك فقرة صفحة لحالهم بنص الفقرة بينتقلوا للفقرة الثانية أو بيبطلوا يقروا. فكتير مهم بأنه الفقرة ما تكون أكثر من 250 كلمة في الحقيقة. أحسن فقرات هي بين 200 ل 250 كلمة. هذا كتير مهم. ولازم تكون هيكلية الفقرات على الشكل التالي: الموضوع، المتن، الأدلة، والختام. يعني بكل فقرة لازم يكون ذلك، كما هو الحال بالمقال ككل. إذن أولا جملة الموضوع تلفت بوضوح إلى موضوع الفقرة، المتن شو هي الحجة المستخدمة، شو التأويلات اللي بدنا نستخدمها، الأدلة والأمثلة والإيضاحات، وخاتمة. هذا الكلام كتير مهم، لأنه وكتير مهم أنه نربط بين الفقرات بين بعضها. هذا شيء مهم كثير. بعض الاختيارات الأخرى، إن لم تكن بعض الاختبارات عفوا، إذا لازم نطلع على الهيكل يكون واضح، نقدر ناخذ خلاصة دقيقة على البحث وعلى نتائجه. بدنا نطلع على طول الجمل، ما تكون كتير طويلة صعبة القراءة ومش قصيرة بأن ما لم مشغولي. كتير مهم نعرف أنه عم نستخدم مبني للمجهول ولا فاعل. هذا كتير مهم. تاريخيا كانوا ينصحوا بأن نكتب بمبني للمجهول، ولكن آخر 20 سنة صاروا يطلبوا لا، بالعكس بدنا ذاتية الباحث كتير مهم، وما تكتب على طريقة ويقول الباحث كذا، لا وأقوله. عرفت هي يعني كتير مهم حتى بأطروحة الدكتوراه وكذا، لا تخجل بأن تستخدم الضمير الفاعل الأول وليس الثالث، وقال الباحث. إذن رح نهتم نطلع على الفعل والفاعل والمفعول به حتى تكون اللغة جذابة واضحة. نسبة الكلمات الإصلاحية مش كتير كبيرة، وهكذا. في نقطة كتير مهمة لازم تعرفها للكتابة الأكاديمية. الكتابة الأكاديمية هي جزء لا يتجزأ من البحث الميداني، وليس يأتي بعد البحث الميداني. إذن ليس الكتابة نشاطا للتعامل مع بقايا نهاية المشروع البحثي، وإنما هي وسيلة المعرفة، أسلوب للاكتشاف والتحليل. إذن كتير مهم أن نبدأ الكتابة بكير في الحياة، وهذا كتير مهم. وفي الحقيقة تذكروا بأنه تاريخيا كان في بتذكر أنا مرة أول مقالي كتبتها كنت أستخدم بعض الاستعارات الأدبية، وكان حظي سيئا بأنه كان المحرر وضعاني يعني بوزيتيفيست، فمحالي كثير من الكتابة الأدبية، وقال لي أنه أنت عم تساوي سوسيولوجيا وليس أدب. وفي الحقيقة هاي أثرت على كتابتي وعملتها مملة لفترة طويلة قبل ما أني أتخلص من هالثنائية العقيمة بين الكتابة الاجتماعية العلمية والكتابة الأدبية. ومثل ما ذكرت، الاستعارة هامة جدا، وهي أسلوب أدبي مهم جدا، هو عمود فقري للكتابة في العلوم الاجتماعية.
اليوم بنستخدم كلمة وقد أنارني ذلك بحثا ميداني كذا مثلا. فالإنارة بنستخدمه كأنه ضوء، ولكن ونحن بنعرف بأنه كثير من المفاهيم نفهمها فقط من خلال الاستعارة. ننتقل الآن للنشر. قبل ما انتقل للنشر بس أقولكم أنه في كثير مراجع كيف تكتب مقالة علمية، فيكم تطلعوا على بعضها في الحقيقة إن كان بالإنجليزي أو بلغات عربية، بس أعتقد يعني حاطط بعض الأشياء بالإنجليزي. أنا رح أنتقل لموضوع النشر. في سؤال كثير مهم لما تكتب بحث، بأنك أول سؤال تسأله شو شكل المنشور؟ هل ستنشره بكتاب، بمجلة علمية، بمدونة، بلوج؟ نحكي على المجلات العلمية والأنواع المختلفة للمجلات فيها، وخاصة بما فيها مفتوحة الوصول يلي open access هلا نسميها. تذكروا بأنه كل طريقة نشر إلى ما لها وما عليها. إذا بتنشر بكتاب تقدر تكتب أشياء كثيرة، قبل ما نذكر كتاب ولا جورنال، يلي بيحدد هو إنه بهمك تعرف مين بدك القراء يلي يقروا لك، قد ايه بدك تعمل أثر، ومين هن الجمهور أو الجماهير المختلفة يلي بدك تتعامل معها. هدول ثلاث أشياء بدك تعرف. إذا نشرت بمجلة، الشيء الإيجابي بأنه المقالة بتاخد مجلة، إذا خدنا مجلتين مثلا مثل مجلات يلي بتشرف عليها جمعية الدولية لعلم الاجتماع International Sociology و Current Sociology، هدول مثلا بناخد كلمات من 6000 ل 8000 كلمة، كتير منيح للسي في تبعك، وخاصة إذا بدك تترقى بالجامعة، لأنه بيهتموا كتير بكتابة المجلات وخاصة باللغة الإنجليزية. قراءك بصيروا واسعين، وليس فقط بالعالم يلي أنت عايش فيه، بيقراك حدا من أمريكا اللاتينية، من كذا، يعني بالمقالة إذا بتفتحوا أي عدد بتلاقوا من جميع أنحاء العالم. فلهذا وبالعادي بيعتبروا أن مراجعة الأقران يعني المتخصصين بموضوعك هو معيار ذهبي، يعني بصير أحسن شيء لكتاب. المساوئ بأنه ممكن تكون عملية مراجعة الأقران المراجعين قاسية، فمعدل الرفض غالباً عالي، يصل مرات ل 70% ل 80% من ما يصل رئيس التحرير. وكمان يلي بيقرأ المتخصص، يعني يلي بده يفتح Current Sociology International Sociology غالباً سيسيولوجي، وليس واحد عم بيبحث بثقافة عامة، وليس جميع المجلات مستواها عالي. الأسئلة يلي منوجهها كمحررين للمراجعين ما هي؟ منقول له اقرأ المخطوطة بكاملها واسأل نفسك، هل هي مناسبة للمجلة؟ هل هي أنسب في منشور آخر؟ هل تعرب بوضوح تعرب بوضوح ما هو إسهامها الرئيسي في علم الاجتماع؟ هل لها مسوغ في طلب هذا الإسهام؟ هل هذا الإسهام ذو مغزى؟
أو منفعة؟ هل هناك أي مكون تجريبي متين، يعني أمبريقي بحث ميداني متين بما يكفي وواضح في الأسلوب بما في ذلك الاعتبارات الأخلاقية؟ هل تدعم الاستنتاجات؟ هل هي مكتوبة كتابة جيدة؟ وهكذا. إذن هاي الأسئلة يلي المراجع يطلع عليها مشان يقيم ورقة. قبل ما نعطيها للمراجعين أو الأقران، في الحقيقة المحرر له رأي بالورقة، بتطلع بشكل عام بكيف انكتبت، بتطلع على عدد الكلمات، التعبير، الفوكس، التركيز، جودة الورقة، هل هي من ضمن اختصاص المجلة؟ وبهالمرحلة ممكن يرفضها. وبدي أقول لكم شيء كثير مهم، بأنه مرات ترفض ورقة ليس لأن الورقة سيئة، بقدر أنه بالصدفة واحد نشر بموضوع والمجلة نشرت قبل عدد أو عددين نفس الموضوع، فبيصيروا بيصعبوا كثير القبول أو مرات بيرفضوه فقط لأنه الموضوع مش مهم، ما بنشر سابقا. إذن في سياسات مختلفة في الحقيقة للمجلات، بس بشكل عام بيبعتوا لمراجعين بشكل عام، مرات لثلاث مراجعين، مرات أكثر إذا عندك ورقة فيها شوية كونتروفيرشل يعني جدلية. بتذكر لما كتبت مقالي بنقد فيها سياسات هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية على سياسات عن فلسطين، بعتوا لي بعد شي سنة المجلة 5 تقارير، فبالتالي واضح بأنه المحرر ما كان حابب ورقتي، فكان يبعثها لمحررين لمراجعين فيطلعوا فيها ينقدوها، بس يقولوا أنه تنشر فهو ما بده ينشرها، فيضلوا يبعثها لمحررين آخرين لمراجعين آخر. إذن مثل ما ذكرت في الحقيقة مهمة المحرر هو تقديم ملاحظات على المقال، وبالتالي تقديم توصية في النهاية بالنشر أو عدم النشر. هلأ بنذكر شو إذن مضمون مقالي، ما الذي يبحث عنه المحكمين؟ المحكمون أنه إسهام أصيل ورصين وذو مغزى في المناقشات ومجال التخصص، التجديد والابتكار، الأهمية، إذا ما هو العامل، تحديد لماذا هي ذات أهمية، العلاقة بالأدبيات الموجودة، النطاق الدولي والملائمة، سهولة القراءة والجاذبية، حجج واضحة ومنطقية واستنتاجات عما سيجري تغييره في المجال أو إضافته إلى الحجج والمعارف الموجودة من خلال ورقته. كل هذا بتطلع عليه المحكم. القرار يلي بياخده يا إما الرفض، يا طلب التعديل وإعادة التقييم، يا بيطلب تعديلات جوهرية، تعديلات طفيفة، موافقة على النشر وهكذا. على فكرة ما لازم تحبط لأنه عدد قليل من المقالات هي تنشر، وتذكر بأنه ما في أكاديمي إلا ما تلقى رفض على ورقة ما. جيب لكم أمثلة. Current Sociology ب 2018 تلقت 288 مقالة، و 81 مقالة عدد المراجعات يلي تراجعوا، نسبة النشر 19.9%. Arab Journal of Sociology، المجلة العربية للإضافات، يجاني 302 ورقة، 48 بعتت للمراجعات ونشرنا 13% فقط، وهكذا.
بمجرد أن يتم نشر مقالك كتير مهم لأنك ما تعتمد فقط على المجلة وكيف بدها تنتشر، لا لازم أنت تبعت وتلعب دور بنشر مقالتك. والآن السوشيال ميديا في الحقيقة كتير كتير هامة، يعني أنا من الناس اللي كتير بدرع على مقالات من خلال فيسبوك أو تويتر، وهذا كتير مهم أنه نتعامل معه كذلك. ونتذكر بأنه مع كل أسف المسارات الوصول الذهبية والخضراء يعني بسموها Green and Golden Access هي مدفوعة من قبل الباحث، وبالتالي غالبا نحن ما بندخل فيها، وإلا هي مهمة لمرئية أبحاثنا. لازم نتذكر بأنه لازم نوصل لجمهور أوسع، لازم نعمل مقالات صحفية، لما نطلع لما نكتب، لما نشارك ببرامج إذاعية، نكتب ملخص عن الورقة بمدونة وهكذا. إذن هذا كله كتير مهم إنه لا نعطى مرئي للأشياء اللي ننشرها. مثل ما ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإيميل بنحطها على السيجنتشر على وهكذا. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. الآن راح أفتح المجال لأي سؤال، لأي تساؤل، لأي وهكذا. عندي شايف إيدين موجودين، الدكتور طلال ومحمود. فضل دكتور طلال. شكرا لهالعرض الممتع والمميز اللي هلا استمعنا له. حقيقة بس في ملاحظتين أو يعني موضوعين ممكن. الأول يمكن أو نوع من التنبيه للشباب، يعني أو إنه كل مجلة إلى معايير خاصة للنشر. فالأهم إنه قبل ما أبدأ بكتابة البحث إنه أنا أفكر بالمجلة اللي بدي أنشر فيها، لأنه في إلى معايير منهجية يعني بتكون بتقيد الباحث فيها، حتى عدد الكلمات، حتى أسلوب الطرق المنهجية اللي لازم أخذها، الاقتباس، عرض المراجع. فكتير يعني من هذا عم بحكي أنا من تجربتنا ببداية عملنا كباحثين بالماستر والدكتوراه، أنه ننجز البحث ونتفاجأ أنه المجلة بدها معايير، فهذا متعب. نغير بقى طريقة الاقتباس وطريقة المنهجية والاقتباس إلى فحتى ما أو حتى عدد الصفحات أو عدد الكلمات. يعني أحيانا البحث نكون مأنجزين 30 أو 40 صفحة، نتفاجأ أنه أكثر من 20 صفحة. حتى بعض المجلات كانوا يرجعوا لنا البحث لأنه في 100 كلمة زيادة أو 200 ما بيقبلوا نهائي، يعني دقيقين جدا. أنا هون أي نصيحة للشباب اللي معنا انه لا، قبل ما اكتب اختار المجله مسبقا وشوف الشروط والمعايير وبناء عليها اشتغل. هاي المساله الثانيه انا يمكن بدي اتناقش فيها معك هلا، موضوع الخاتمه. هلا انا حتى حقيقه يعني عدد كبير من ابحاثي يعني مستخدم هذا، يعني هذا المنهجيه انه دائما بنهايه البحث خاتمه. لكن بالفترة بالأبحاث الأخيرة أو بفترة فيما بعد بدأت استخدم، ما بعرف إذا شفتها، إذا ممكن تكون علميا أو بدل الخاتمة استنتاجات. هي الاستنتاجات عادة بشوفها أنه هي ممكن تكون نتائج نظرية مكثفة للنتائج الميدانية أو للنتائج العامة، اللي ممكن تكون مكثفة عبر مقولات نظرية، يعني بين قوسين إلى حد ما يوما ما ممكن تصل إلى نظرية معينة، لكن قول أنا بين قوسين مقولات نظرية. أو أحيانا استنتاجات بتكون إشكالية، يعني نوصل لنتائج بعد بحاجة لبحث، إما نحن أنا كباحث أو باحثين آخرين ممكن يظلوا يشتغلوا له، يعني بمعنى نتائج إشكالية مفتوحة لم نتوصل إلى حل
نهائي، وبالتالي المطلوب البحث، وهذا البحث مجددا من قبل باحثين اخرين او نفس الفريق البحثي. وهذا بشوفه انا يعني ميال لي اكثر من الخاتم، يعني مجرد مصطلح خاتمه وكانه يعني انهينا البحث او وكانه توصلنا الى نتائج نهائيه. وبالتالي انا بشوف احيانا استخدام هذا المصطلح استنتاجات اكثر ميال عليه اكثر من مصطلح خاتمه. كما قلت يعني انا يمكن هلا بده يرجع في عندي ابحاث عديده وبمجلات عربيه بالكويت وبالامارات وبالاردن استخدمت يعني خاصه في البدايات هذا المفهوم الخاتم. فقط انا يعني حبيت ان اتدخل او اتداخل بهالموضوعين. شكرا لك دكتور. شكرا كثير كثير دكتور طلال. في الحقيقه بدي بلش من الاخير وارجع للبدايه. في الحقيقه مش مهم شو بنسميها خاتمه ولا استنتاجات، المهم شو الاشياء اللي فيها. صحيح. وانا في الحقيقه بتفق معك تماما بانه نحن الباحثين بدنا نكون متواضعين، مرات نتائج بدنا نحكي انه هاي العينه تبعنا طلعت هيك، ولكن نحن فينا نعمل تعميم لهالمستوى أو ما فينا، ونصير نستخدم صيغة الconditional بالإنجليزي. يعني بصير الواحد ما بيقول أنه وأثبت البحث كذا، ويمكن لهذا البحث أن يظهر بأن هناك إمكانية لتعميم كذا. هالطريقة هاي كتير مهمة لعمل تراتبي بين المعلومات الأكيدة والمعلومات يلي نحن عم نعملها توسيع extrapolation بدون ما لنا متأكدين، بس مهمة لأنه غالبا القارئ بيحب مرات أنه طيب ماذا طيب أوكي قريت عن تعدد الزوجات بمنطقة إدلب، طيب أنا مالي من إدلب، شو بتعني مثلا يعني؟ فلهذا نحن بدنا نساعد أو عربي أو جزائري عم بيقرأ أو كذا، يعني إنه شو بدي أستفيد منها؟ فهذا كتير مهم. النقطة الأولى اللي ذكرتها هوني رح أختلف شوي معك دكتور طلال. في الحقيقة كتير صعب، يعني أنا بدي أقول لك شغلي، أنا لما أكتب البحث 90% من الوقت بيروح على 3-4 مجلات لحتى لهذا أنا أنصح الباحثين كلهم يشتغلوا الآن في شيء مفتوح يعني مجانا اسمه زوترو ولا فوت نوت، هدول بيحطوا المراجع فيه، عرفت علي؟ وبعدين بيصير كل ما بدك تودي لمجلي بيجي معك حق دكتور طلال، هي شغلي فظيعة، يعني مرات مجلة بتيجي بتقول لك حط لي كل المراجع بالهوامش، بتعمل هالجهد بعدين بتيجي بتقول لك المجلة والله ما عجبتنا المقالة، تروح على مجلة تاني بقول لك لا بدنا اياهم بين قوسين اسم المؤلف والسنة. يعني فلهذا هذا بشحطة قلم بزتره او بفوت نوت، هدول السوفت وير يلي بتعاملوا يلي بتحط فيه كل المراجع وهيك ما بصير فيه غلط وكله بنحط. فأنا أدعوكم، يعني أنا استخدمته قبل 20 سنة، يعني أنا هلا بعض أصابع ندمي إنه ما حدا دربني عليه لما كنت طالب دكتوراه، لأنه أنا مثلا من أطروحة الدكتوراه عملت منها كتاب وعملت منها 3 مقالات، ما كل مرة بدك تعيد كتابة المراجع وكذا، لا فرد مرة اعمل حطهم على سيستم وكذا. هاي نقطة. النقطة الثانية الطول. في الحقيقة كمان يعني نحن يعني هاي من الأشياء الصعبة علي، يعني مرات أنه مجلة بتطلب كبير ومرات شيء أقل وكذا. أنا من أنصار بأنه يعني أنه هذا من الجهد يلي الباحث بده يعمله مشان يلتزم بمعايير المجلة. يعني أنا بدي أقولكم شغلي، يعني آخر مقالي نشرتها بانترناشنال سيسيولوجي، وكنت وقتها نائب رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع،
وهي المجلة تصدر عن الإديتر ما أعطاني 50 كلمة. كان عندنا العدد الأقصى 9000، عملت 9050 كلمة، فطلبت مني حق أنه أشتغل لأحذف 50 كلمة. فيعني تماما هاي. أوكي، رح أخذ محمود وبعدين عزام رفع إيده بس هلأ مش موجود معنا، وبعدين رامي. تفضل محمود. شكرا. عزام موجود. الله وكيلك موجود عزام وقاعد وناطق. اهلا وادمي وما احلى وما عمل مشاكل لسه. اوكي، اذا محمود وبعدين عزام، تفضل يا محمود. شكرا دكتور ساري. انا عندي 3 استفسارات. الاول على الموضوع معدل التاثير او الامباكت فاكتور، يعني في المجلات العربية كيف يعني يتم معرفته، وهل يعني هو موجود أساسا، بالإضافة إلى كيف يتم قياسه؟ لأن أنا حاولت الفترة الماضية البحث عن، نحكي هون عن المجلات العربية تحديدا، البحث عن نتيجة في بعض المجلات ولكن من دون الوصول إلى جواب. هذا أولا. ثانيا، أيضا أنت ذكرت موضوع النقد، من وجهة نظرك يعني ما هو الحد الفاصل بين النقد وتصدير الرأي؟ يعني بالفترة الحالية أنا أشوف أوراق هي بحثية، يعني أوراق بحثية عم تصدر رأي وخصوصا في الجانب السياسي، وبالتالي منهجيا هذا الأمر ما تعتقد أنه في إشكالية أو نقطة ضعف؟ ثالثا، بالنسبة لبناء الفرضية، يعني من مرحلة بناء الفرضية وصولا إلى المشكلة البحثية، البعض يعترض على مثلا على كتابة نتائج أولية لهذه المشكلة البحثية، والبعض الآخر لا، مع كتابة نتائج أولية. أيضا من وجهة نظرك ما هو الشيء المناسب لي يعني لهذه المشكلة؟ كتابة نتائج بالمقدمة؟ لا للمشكلة البحثية، يعني أنه مثلا تبرز بعض النتائج الأولية للمشكلة اللي أنت عم تناقشها بالمقالة. نعم إيه. شكرا كثير لهالأسئلة يا محمود. أول نقطة، في الحقيقة الموضوع معامل الأثر الإمباكت فاكتور يصدر بشكل أساسي من قبل مؤسستين، سكوبوس وويب أوف ساينس، هلأ صارت تومسون رويتر، لأنه هدول بيضلوا بيبيعوا حالهم لشركات تانية، ما بدي أقول لكم قديه بيبيعوا حالهم بمليارات الدولارات. أوكي، إذن هدول اللي عندهم بنوك معلومات كتير كبيرة ليعرفوا بأنه إذا واحد نشر بالإنترناشنال سيسيولوجي مقالي، مين استشهد فيه؟ إذن الإمباكت فاكتور بتنحسب قدي عدد استشهادات بورقتك، بياخدوا بعين الاعتبار كم سنة إلى طلعت الورقة، كم مرة استشهد فيها وهكذا، وبيحذفوا منها الاستشهاد الشخصي. يعني إذا أنت محمود كتبت مقالتين وبالمقال الثاني بتقول تبعا للمقال الأولى، هاي هذا تحذف، هي ليس جزء من معامل الأثر. إذا بالعالم لما تكتب بالإنجليزي، إذا في عندنا مؤسسات كبيرة بتحسب المعامل. المشكلة لما تكتب باللغة غير إنجليزية، الفرنسيين تقريبا حلوها، وجزء من مجلاتهم هي موجودة بسكوبوس ووب أوف ساينس. بس إذا كتبت بالبولوني، إذا كتبت بالعربي، إذا كتبت بالفارسي، بالعبري، نفس المشكلة. هدولي لازم يكون في مؤسسات وطنية بتعمل الإمباكت فاكتور. مع كل أسف العالم العربي في حتى الآن شركتين خاص، يعني شركتين ولكن لسه عملهم غير كامل. الشركة الأساسية أنا برأيي هي الإي معرفة، اللي هي موجودة بالأردن، عم بتطلع إمباكت فاكتور للمجلات العربية، ولكن مشكلتها بأن ما بتحسب إذا كان تم الاستشهاد فيه بمجلة غير عربية. يعني فلهذا بيطلع معامل أثر المجلات محدود صغير. في
في شركة مصرية وسعودية بالتعاون مع بنك معلومات كبير اسمه المنظومة، دار المنظومة، عملوا كمان امباكت فاكتورز. انا برأيي الارقام مبالغ فيها، شخصيا لا اثق فيها، يعني فرق كبير انا باثر بين الامباكت فاكتورز تبعي من اي معرفة ومن من من المنظومة، ولكن انا اذكر اي معرفة يعني بس عم فرجي. فالموضوع معقد. هلا بنيجي ل الكتابي الاكاديمي، الأسئلة على الكتاب الأكاديمي. في الحقيقة أول شغلي نحن كثير مهم أن نأخر معياريتنا، يعني بمعنى إذا عندنا معيارية نحطها بالخاتمة مش بالمقدمة. لا تحاول بالمقدمة بأنه الناس اللي ما بتفقوا معك ما يقروه، فأنت من مصلحتك بأنه بالمقدمة تكون مفتوح، عرفت علي؟ مفتوح على الجميع. ولكن أنا هون بدي أكد على هذه النقطة، ما في بحث اجتماعي بدون أربع ضرورات إبستمولوجية: الضرورة الوصفية، الضرورة المفاهيمية، تنشئ مفاهيم مش بس توصف الظاهرة، وظيفة أو ضرورة إبستمولوجية أمبريقية، عفوا تأويلية، بدك تأول كيف اليوم بنفهم ظاهرة معين مقارنة لمظاهر أخرى. أوكي. والضرورة الإمبريقية الرابعة هي المعيارية. نحن نناصر المجتمع المدني، نحن نناصر المظلوم، نحن نناصر اللاجئ. إذن هاي معيارتنا، بس معيارتنا مش بمعنى البارتيزان بالإنجليزي. شو معنى البارتيزان؟ يعني أنا مش مشان أني مقالتي أنه أنا أؤيد فتح ولا أؤيد حماس، مش موضوع تأييد حماس ولا فتح، عرفت علي؟ أنت بتحكي على اتجاهات، عرفت علي؟ وممكن تقول أنه أنت ضد مفاهيم وطنية بتأدي كذا، نعرف أنه هذا إكس أو واي هني هيك، بس يفضل ما تروح لتكون متحيز لطرف ما، يعني بمعنى آخر، ولكن نحن معياريين. أوكي؟ عزام وبعدين رامي. طيب مساء الخير، مسموع صوتي؟ أهلا عزام. أهلين عزيزي ساري، شكرا لك، شكرا للجميع، شكرا لمركز حرمون لهذه الندوة الجميلة وهذا المؤتمر الجميل. حقيقة أنت ساري عم تحكي عن موضوع، يعني أنت بتعرف قديش ملامسني، يعني وأنا ناشر مقال، يعني ناشر مقال تقريبا حوله في مجلة إضافات يعني. تماما. أول شيء بدي أحكي عن موضوع الأمباكت فاكتور، هذا الاختراع الغريب العجيب اللي جابولنا إياه يعني، واللي مكبلنا يعني، واللي مقيدنا نحن كباحثين وكأكاديميين يعني. وطبعا أنت بتعرف يعني، أنت نفسك ناقده ساري ل هذا المعيار الامباكت فاكتور، وانا نقدته كمات يعني. بس انا يعني مره كتبت كلمه يعني، قلت اما ان تكون اكاديمي ناجح او مفكر ناجح، اثنين ما بيصير مع بعض. وهو بسبب هذا النشر العلمي او البحث العلمي اللي بنسميه البحث العلمي والمقالات الامبريقيه اللي ما بتسمح لك تفكر، ولا بتسمح لك وانت عم تكتب لجمهور معين. يعني أنا بتذكر أحد الزملاء السنة الماضية كان عم يحكي لي أنه أنا كاتب كتب وكاتب كذا وكذا، قلت له كل شيء كاتبون، طبعا عنده سيري ذاتية طويلة عريضة، كتب، ناشر كتب كتير فكرية، قلت له هي حق فرنجين في المجال الأكاديمي للأسف. وأنت بتعرف هالشي يا ساري، وأنت بتعرف أنه لما بنترقى بيقولوا لنا أي شيء غير أكاديمي حطه على جنب. شو هو أي شيء غير أكاديمي؟ كل المقالات الفكرية، لأنه نحن فيش عندنا شيء اسمه مقالات فكرية ومقالات بحثية.
كل المقالات الفكرية اللي بتكتبها اللي بتنشرها بمجلات غير معترف بها، كل الكتب اللي بتنشرها اللي هي مانا كتب جامعية بيقول لك حطها على جنب، هاي ما بتفيدك بشي. منا مقالات محكمة أكاديمية إلها امباكت فاكتور. هذا يعني يجب أن تفكر بطريقة معينة وتكتب بطريقة معينة وتتنفس بطريقة معينة، وهيك بده العم سام. نحن بنعرف أنه هاي معايير أمريكية للعلم يعني، ومعايير. فبس أنا مشان هيك قل للناس يعني أنه في فرق بين المقال الأكاديمي البحثي الأكاديمي والمقال الفكري. هلأ بالنسبة للمقالات البحثية والكتاب البحثية، يعني وأنت تطرقت لموضوع كتير جميل ساري، وأنا بتمنى أنك تبعت لي المراجع اللي عندك، لأنه أنا حالياً عبامل مثل ورشة لطلاب المعهد عندنا يعني طلابنا عن الكتاب العلمية. أنا تعبت وأنا أحكي للطلاب أنه الكتاب العلمية هي كتابة بسيطة وسهلة واضحة، كتابة بسيطة وسهلة وواضحة والجمل قصيرة جدا. أنا تعبت وأنا أحكي أنه الكتاب العلمية لا تحتمل أكثر من تفسير، الجملة إذا احتملت أكثر من تفسير أصبحت ليست علمية، هي جملة أدبية. الجملة العلمية واضحة يعني، وهذا أنا هون بحب نبه فيه اللي عم يسمعونا يعني. يعني أنا أحيانا عندي بعض الناس بيحاولوا يتفننوا بالكتابة، بيحاولوا يتفننوا يحطوا يعني مصطلحات وطريقة كتابة تجعل فهم الموضوع خطأ. فأنت أنا بس بدي يعني ما عندي سؤال، ولكن أريد أن أؤكد على ما قلته عزيزي ساري، يعني هذا الموضوع عم بيشتغل عليه الكتابة العلمية. الكتابة العلمية شيء مهم جدا، يعني مثلا الفواصل، انه نستخدم الفواصل، قديش مهم الفاصله، صدقا قديش مهم الفاصله. وعندي امثله انه مكان الفاصله ممكن يغير معنى الجمله، مكان الفاصله ممكن يغير معنى الجمله، وجود النقطه وعدم وجودها ممكن يغير معنى الجمله. لذلك انا بقول انه نحن في العلوم الانسانيه نعتمد على اللغه. الحامل لأفكارنا ولمعارفنا هي اللغة. هاي اللغة كل ما كانت دقيقة، كل ما كانت بسيطة وواضحة، كل ما كان طريقة تعبيرنا واضحة. فقط هذا حبيت يعني بس أؤكد على اللي قلته عزيزي ساري، هو الموضوع اللي عم يشتغل عليه الآن يعني. شكرا. أنا يلي راح أشكرك عزام لمداخلتك، وفعلا يعني أنا وياك بنفس نفس الحقل والخندق، عفوا نفس الخندق يلي في الحقيقة بنفس الوقت نحن كونيين بنآمن بكونية العلم وأهمية الأفكار، وبنفس الوقت نحن مش مستعدين بأنه العالم كله يتحول لنموذج واحد للكتابة. هاي النموذج يلي بدها تخلينا نكتب بطريقة مشان كل يفهمنا انه نحكي شيء مش مهم مرة. اذا لهذا انا رح اكد بانه كل انسان فينا لازم بمساره المهني يكتب بثلاث مجلات وكتاب، ومش كتاب واحد يعني، وكتب يعني غير المدوني حتى يكتب عزيزي ساري، يكتب بأكثر من طريقة يعني. تماما أنا بقول شو فائدة الأكاديمي الغير مشتبك مع مجتمعه. في أكاديميين تماماً. يا جماعة في أكاديميين كاتبين 100 مقال ما حد قريان هذه المقالات غير هو وطلابه وطلاب الدراسات العليا، ما حد عرفان فيهم بمجتمعاتهم. الأكاديمي الغير مشتبك مع مجتمعه لا تفيد علمه، لا يفيد بشيء. لذلك أقول نعم أنت كأكاديمي مطالب أنك تكتب بمجلات امباكت فاكتور. أنا بنشر باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية، وأنت بتعرف هالشيء يعني بتلت، ولكن بنفس الوقت أنا بكتب مقالات وخصوصي مقالات الرأي. أنا هون ساعتها بشتبك مع مجتمع من خلال مقالات الرأي، من خلال مجلات عربية، من خلال هون بيجي دور الأكاديمي ليشتبك ويوصل كلمته لكل الناس حقيقة يعني. أنا في بعض المقالات المنشورة يعني والأمباكت فاكتور فيها عالي جدا، بتعرف صار في أمباكت فاكتور أحيانا بيكون 5 و6 و7، صدقا حين أنتهي من قراءة المقال حط وراي هيك في وراي سلة مهملات
فبعمل لها هيك للورقة، تنزل بسلة المهملات ولا بفيد بشي، عبارة عن لعبة إحصائية. خصوصا هاي جماعة الكمة، تحول النشر العلمي إلى لعبة إحصائية لا أكثر ولا أقل. مقال لا يفيد بشيء، مقالات أحيانا عليها 60 اسم و70 اسم، وتتذكر يوم تحكينا عليها 60 و70 اسم أنه مشاركين كل واحد بده يحط اسمه يعني. فهي سميتها مقالات الماكدونالدز، أنا سميتها مقالات الماكدونالدز. يعني هاي بيكون كتبها الواحد بأسبوعين، جاب من هون شوية متغيرات من هون وعمل له ملتي فاريانس وأناليز وتيستيدنت وفشر ويلا وطلع وعطاهن يعني، ومشي حالهم للأسف عم بيمشي الحال يعني. فمن انتبه، أنا أحيانا بنشر هيك مقالاتها، أنا عندي مقالات ماكدونالدز، عندي هلا عندي شي 5 مقالات ماكدونالدز بيعتهم وناطر، لأنه مضطر هيك بدأ مني الأكاديمية تبعي، مضطر. يعني تخيل أنا عم بكتب شغلة تعاكس افكاري وتعاكس الانجاجمون تبعي وتعاكس مبادئي، بس مضطر. والله بيقولوا لي انت مانك منتج، مانك منتج، بس انا هاي مقالات يعني ما بشوف حالي فيها. شكرا. اهلا اهلا عزام. رامي تفضل. شكرا لكم على هالنقاش الجدا مهم بالنسبه لنا كباحثين جدد يعني نشتغل بالمجال الاجتماعي والبحث الاجتماعي. انا حبيت انوه لشغله، موضوع قرب الباحث، يعني حكاها الأستاذ قبل شوي، قربك من مجتمعك، يعني لما تبحث بمواضيع بمجتمعك أنت. يعني أنا لما اشتغلت بحثي، أنا ابن بيئة عشائرية، تمام، فلما حبيت أدرس دور القضاء العشائري ببناء السلام المجتمعي الآن في ظل الفراغ، كنت أشوف حالي قادر أني أكتب وعندي مفاصل كل البحث يعني لا أقدر أشتغل عليها. لكن ممكن بريف حلب مثلا أو بريف دمشق ما أقدر يجوز أشتغل على هذا الموضوع. فهاي نقطة مهمة أنا برأيي، أنه إذا تشتغل على المجتمع اللي أنت قريب منه يساعدك بالنجاح أكثر وبتقديم معلومة مهمة أكثر، لأنه معرفة الباحث أنا برأيي بالموضوع أيضا مهمة. يعني أنا اعتبرت معرفتي وقربي من هذا، لو أنا من عائلة تعمل على فض النزاعات العشائرية، كان جدا مهم ومفيد لإلي يعني. هاي نقطة. النقطة الثانية، موضوع الأبحاث، أحيانا يعني الآن أنا حاط سلسلة أبحاث بدنا نشتغل عليها الآن بالنسبة للشرق السوري ودير الزور. هاي الأبحاث، انت حكيت عن شيء انه مين مشتغلها قبل، لا، الابحاث اللي احنا انا الان حاطها ببالي بحثت انه مين مشتغل عليها قبل، لا بهاي المنطقه ولا بمفهوم البحث حدا مشتغل عليه. يعني مثلا دور المراه عندنا بالنزاعات العشائريه مثلا، ما لقيت راح يكون هو جزء اول بحث ينشغل عليه يعني. تمام، هاي النقطتين انا ردت يعني انا في حال عدم وجود مراجع اللي ببحث المرأة ودورها بالنزاعات العشائرية كمثال يعني. تمام، يعني كيف بدي أنا بدي أعتمد على المصادر اللي موجودة على الأرض والعمل الميداني اللي يصير يعني من جلسات أو حوارية أو استبيان أو وما إضافة لمعرفتي أنا يعني. إيه يعني مثلا رامي، يعني إذا بدي أخذ من كلامي اللي حكيته، وفعلا أنت، أنا بعرف سوريا يعني رغم أنه فيها عدد هام من العلوم، أساتذة علوم الاجتماع الباحثين بالعلوم الاجتماعية، ولكن بسبب القمع والاستبداد والرقابة الذاتية الناس كانوا يخافوا ينشروا كتير شغلات، وبالتالي معك هيك موضوع مثلا هو بيهدد فكرة الدولة بأن الدولة كل شيء. القضاء العشائري معناه انه في تعدديه قانونيه ببلد ما فيه تعدديه لا ثقافيه ولا قانونيه ولا اخلاقيه، في شيء نازل من حزب البعث وبده يطبع على الجميع. اذا نعم، انا بتفق معك انه في موضوعات كثيره سوريا بتشتغل عليها، بس مثلا لو بدك تشتغل على هذا الموضوع مثلا رامي، انا كوني فلسطيني واشتغلت كتير على الأراضي الفلسطينية، بقول لك في 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 أكثر من 10 مشاريع، 10 مقالات هامة جدا آخر 10 سنوات قريتها على القضاء العشائري بفلسطين.
مثلا. فانت مهم كثير تطلع كيف عملوا هالمقالي، شو المراجع تبعهم، كيف كذا. بالكلمة المفتاحية للمؤتمر الباحثين العرب بقطر بالدوحة قبل سنتين، حكى عبد الله حمودي وكيف عتب على دراسات كثير استشراقية وعربية درست القبيلة وما أخذت بالاعتبار المكتوب، أنه هني بيكتبوا شغلات المكتوب، وفرجانا منهجياً بأنه نحن لأن قبيلة نعتبر أنه كل شيء شفوي. يعني بس أنا ليش عم جيب هالمثال في الحقيقة؟ عم جيب المثال مشان أقول قديه بنستفيد من قراءة، حتى مثلا كيف ندرس القضاء العشائري بالجزائر، مش بس بالمشرق العربي والأخير. فيعني كل هذا بدنا مضطر أنت تفرجي المحرر بأنه أنت اشتغلت وظيفتك، بأنك فعلا اطلعت. يعني أنا مرة كمان مرق معي طالب ماجستير بالجامعة الأمريكية قال لي أنه كان عم يشتغل على 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 شغلة صغيرة بمدينة طرابلس، وقال لي ما في مراجع. فأنا قلت له قلنا وين بحثت وأنه ما طلع معك مراجع. يعني مرات مضطر أنت تفرجي أنك فعلا عملت وظيفتك قبل ما طلعت بمقولة بأنه ما في مراجع، عرفت علي، أو مراجع قليلة، أو يعني هاي بدك تبذل جهدك وتبين هذا تماما. يعني هي تذكروا بأنه عمية العلم بأنه في مراجعات للأقران، يعني في سلسلة مراجعات وتقييمات. لهذا المادة اللي بتطلع موزوني، فهذا كتير مهم. يعني إنه نتذكر إنه لازم نفرجي زملائنا الأقران إن نحن عملنا وظيفتنا قبل ما إنه نحكي بهالكلام وكذا. إن شاء الله. شكرا. أهلا. في يا ترى أسئلة أخرى؟ أي تماما. إذن بما إنه ما في أسئلة أخرى، رح أشكر الجميع على المشاركة، وإلى اللقاء غدا الساعة 9 بالجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الاجتماعية. أشكركم جميعا لحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.